هاتخونا هذا بدا كيسخل لي الراس من جديد وديك التصريحات اللي خرج بهم البارح ماشي منطقيه نهائيا. بتصوروا معايا بعد ما فريق وداد الامه تعادل كونتر فريق حسنة اكادير بواحد لواحد وبعد ما فريق وداد الامه في ديك المباراه دار واحد المستوى اللي سيء جدا. بعد المباراه سيدي سخون الراس خرج بواحد التصريحات اللي كارثيه وقالت سخون الراس بالتحديد في التصريحات باللي ما يمكنش واحد البلد اللي غادي ينظم المونديال في 2030 اسيدي يبقى يمنع الجماهير من الحضور. والتصريحات اللي خرج بهم سخون الراس فبزاف ديال الناس اللي ايدوه على التصريحات صراحه كنشوف بلي التصريحات اللي خرج بهم سخون الراس فهو ماشي من حقه نهائيا خصوصا كيما عارفين بلي الدوره ديال المدرب في التيران هو يهضر على المستوى ديال اللاعبين في هذه المباراه وزيد عاوتاني يعطينا الاسباب ديال التعادل ديال فريق الوداد ماشي بدا يتخبى علاش الجمهور ما حضرش. اما من ناحيه الكيسيون ديال علاش الجمهور ديال الوداد ما حضرش هذه المباراه فهذه من حق ديال الاداره ديال الفريق وداد الامه هما اللي خاصهم ياخذوا من الجامعه شي تفسير في هذا الشيء. اما من ناحيه سخون ديال الراس ماشي من حقه نهائيا بل بالعكس تماما كنشوف بلي ديك التصريح اللي غير باش يتهرب من الموضوع ديال التعادل ديال الفريق. اما من ناحيه الموضوع علاش الجماهير ديال الوداد ما كانوش حاضرين في هذه المباراه فتصوروا معايا بعد المباراه مباشره فالعصبه الوطنيه لكره القدم قالوا باللي السبب عدم حضور جماهير الوداديه لهذه المباراه راجع لان الاداره ديال فريق حسنة اكادير ما بغاوش ولكن عاوتاني مورها مباشره الاداره ديال فريق حسنة اكادير خرجوا وضحوا هذه المساله وقالوا بالتحديد باللي حنايا باغيين الجماهير وهنايا واحد التناقض الكبير بين العصبه الوطنيه والاداره ديال فريق حسنة اكادير وكيبقى السؤال المطروح علاش الجماهير ديال الوداد ما كانوش حاضرين في هذه المباراه. بالنسبه ليا شخصيا ما كاينش واحد السبب اللي واضح من غير كنشوف باللي المسؤولين غير شقات لهم في هذه المباراه وقال لك اسيدي ما فينا ما نجبدوا شي صداع على هادشي خلينا نمشيو في الطريق السهله واللي كتجلى بعدم حضور الجماهير. يعني من تالي المسؤولون ديال العصبه الوطنيه لكره القدم فهما في عاطي يشوفوا الخيار كيفاش الجماهير الوداديه غادي يحضروا في الملعب ويشوفوا كيفاش يسيروا الجماهير حتى يوصلوا للملعب وزاد عاوتاني يشوفوا كيفاش يامنوا الملعب 100% باش ما يوقعوش مشاكل. اسيدي هما كيختاروا اصغر طريق واللي كتجلى ما نظموا ما نصوبوا ما والو يعني خلينا ناعسين ولا جماهير يمشيو للتيران لا والو واللي بغى يشوف فرقته يتفرج فيها في الرياضيه. وهادشي اللي كديروا العصبه الوطنيه لكره القدم هي كضر بزاف الفرق الوطنيه خصوصا ماديا وفتالي شكون اللي غادي يبقى حاصل هما الفرق الوطنيه وفتالي يجي شي واحد ويقول لك علاش الفرق الوطنيه ما كيديوش الالقاب القاريه.